للحديث أكثر عن فرض حكومة الكاظمي استقطاعاً ضريبياً على رواتب الموظفين وأثر ذلك على المواطن العراقي المنهك بالأساس، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبيرة الاقتصادية دكتور صباح علو. أهلا بك دكتور صباح. بداية، وكما تعلم فإن حكومة الكاظمي تفرض استقطاعاً ضريبياً على رواتب الموظفين تحديداً بعد خفض قيمة سعر الدينار أمام الدولار وارتفاع الأسعار. السؤال هنا، كيف ترى هذا القرار وتوقيته؟ تفضل. حقيقة موازنة 2021 جاءت بصراحة ليس لصالح المواطن العراقي بشكل واضح، رغم الحجج التي طرحتها الحكومة أن هناك انخفاض بالإيرادات النفطية، حيث اعتمدته بحدود حوالي 45 دولار للبرميل الواحد، واليوم حاليا يتراوح بين 60 إلى 64 دولار للبرميل الواحد. إذن هناك دخول عالية ستدخل العراق، خصوصا ما بعد الشهر الثاني من هذا العام وحتى نهايته. إذن الحجج منتهية وتنفي ارتفاعات أسعار النفط، تنفي حجج الحكومة والعملية السياسية بالدرجة الأساسية التي فشلت بشكل أو بآخر في تأمين الإيرادات للإيفاء بما جاءت به موازنة 2021. لذلك نلاحظ تفضل دكتور أكمل. لذلك نلاحظ أن الحكومة لجأت بشكل أو بآخر دون وجود أي مواد أساسية في الموازنة للعمل على استرداد أكبر قدر ممكن من الأموال أو العمل على ابتزاز خصوصا أصحاب الدخول الثابتة الممثلة بالموظفين، وهناك ترهل كبير جدا في الدولة العراقية من حيث عدد الموظفين الذين يتراوح ما بين 5 إلى 6 مليون. نعم دكتور صباح، باعتقادك الشخصي لماذا لا تتجه الحكومة إلى تعظيم مواردها من خلال خفض النفقات ومكافحة الفساد، ولا سيما أن الفساد يلتهم كما تعلم معظم موارد الدولة النفطية وغير النفطية؟ حقيقة هنا تكمن أن جميع الحكومات التي مرت في 4 دورات انتخابية والخامسة القادمة لم تتمكن الحكومات من اتخاذ برنامج حقيقي لتعضيد الإيرادات خارج النفط في مجالات كثيرة، منها الإنتاج وكذلك الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، إضافة إلى الإيرادات القادمة التي تسيطر عليها الأحزاب السياسية بشكل واضح، إيرادات المعابر الحدودية حيث هناك تضخم كبير جدا في إخراج العملة الصعبة العراقية لاستيراد المواد، ولكن خروج هذه العملة خصوصا من خلال عمليات بيع العملة للبنك المركزي العراقي حيث تخرج بأعداد مليارات كبيرة جدا لا تعود إلا نصفها كمواد وبضائع إلى الداخل، وبنفس الوقت يتم الاستيلاء على جميع الإيرادات القادمة من عمليات الجمارك والضرائب وغيرها. إذن هناك فساد كبير جدا لم تتمكن الحكومة من إيقافه أو السيطرة على الإيرادات اللي هي خارج إطار النفط. وحتى الإيرادات النفطية دكتور حدثنا تسيطر عليها حقيقة أحزاب الفساد ومافياته. وضحت هذه من خلال الفكرة المشاريع. حبذا لو تحدثنا الآن عن مدى تأثير مثل هذه السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، مدى تأثيرها أو مدى تأثيرها على المواطن العراقي على المستويين القريب والمتوسط؟ تفضل. أول جانب جوهري وأساسي في بداية هذا العام
تم تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، وهذا ينعكس من خلال ارتفاع أسعار البضائع المستوردة، والعراق أصبح بلدا ريعيا، ما لن نقول 100% وإنما بحدود حوالي 90 أو 95% يعتمد على الإيرادات النفطية ويأتي بكل مستلزماته من الخارج، وهذا انعكس على أن أصحاب الدخول خصوصا أصحاب المرتبات المحدودة بصراحة انعكس عليهم في القوة الشرائية للمواد، حيث بحدود حوالي أكثر من 30 أو إلى 25% من قيمة المرتبات انخفضت من خلال ارتفاع قيمة الدولار، أو بالأحرى من خلال تخفيض قيمة الدينار العراقي. إضافة إلى هذه الضرائب التي تسمى بضرائب الدخل، وكذلك أيضا ضرائب على المرتبات أو الضمانات أو غير ذلك، هذه كلها حجج واهية، علما بأن الإيرادات النفطية تكفي لسد حاجة الموازنة التشغيلية في دفع المرتبات أو غيرها، وكذلك أيضا المشاريع الاستثمارية المتأخرة الغير منفذة هناك إيرادات إلها، ولكن لا مبرر للضغط على مستوى الفرد المعاشي الذي يزيد من نسبة الفقر، وبنفس الوقت أيضا عدم وجود فرص جديدة خصوصا للخريجين وغيرهم من ذوي الاختصاصات المختلفة في العمل. هذا يعطي إمكانية خطيرة جدا للمجتمع العراقي بزيادة الفقر وزيادة نسب البطالة، وهذا ينعكس سلبا على النشاط الإنتاجي العام للعراق. الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا جزيلا لك.